لو سهلا، كل عام وانت حي بألف خيرة. عيدك مبروك مدام، مرحبا بك. شكرا، يفضلك. مرحبا. أطباء اليوم بياطرة على ذمة المواطنين للاستفسارات، شو ما الحاجات اللي تنجموا تجاوبوا عليها دكتور قبل العيد ولا نهارة العيد ولا شو بالضبط، وكيفاش المواطنين اليوم ينجموا يتواصلوا معكم؟ والله هو الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مبادرة منها يعني كما بعض السنوات اللي فاتت يعني تضع على ذمة المواطنين التونسي خاصة يوم العيد ولا حتى الأيام اللي قبل العيد للاستفسار، للتثبت عند اقتناء الأضحية، للتثبت من بعض العلامات اللي تكون مريبة أو بعض العيوب أو بعض العلامات اللي عندها علاقة بالأمراض الحيوانية. إذا كان اشتبه عليه المواطن بعض الشيء ينجم يتصل هاتفيا بالأطباء البياطرة اللي الأرقام نتاعهم موضوعين على صفحة وزارة الصحة للاستفسار وللتبين من بعض الأشياء اللي فيها بعض الشك ولا بعض الاشتباه. معناتها قائمة في الأطباء موجودة في صفحة رسمية لوزارة الصحة، نجموا أي نمر معناتها يتواصلوا معه في كل وقت. مرحبا بكم. بصفة مجانية. بصفة مجانية طبعا. من توا حتى نهار العيد إن شاء الله. حتى نهار العيد بإذن الله، إذا كان السادة المواطنين لقاوا حاجة غير عادية يعني في السقيطة ولا في بعض الأعضاء ولا حاجة ينجموا، كان الأمر كان سهل من خلال معرفتهم الطبيعية ولا العادية، وإلا يتصلوا بالأطباء البياطرة مرحبا في كل وقت. دكتور شنو نجموا ننصحوا الناس اللي يسمعوا فينا؟ نستغلوا وجودك معنا كطبيب بيطري اليوم. شنو نجموا ننصحوا التوانسة اليوم في التعامل مع الأضحية نتاع العيد؟ شنو لازمنا نعطيو وما نعطيوش؟ حاجات اللي نتجنبوا. أي العديد من النصائح، أما لازم شوية اختصار الواحد ينجم يأتي على النقاط الأساسية. يعني يبدأ من الاقتناء كما قلنا، لازم يتثبت من الأضحية نتاعو فيها عيوب خاصة صحية، ما فماش إفرازات على مستوى العيون، على مستوى الأنف، ما فماش علامات للإسهال، ما فماش انتفاخ على مستوى الكرش، ما فماش دمامل اللي ينجم يثبت يحط يده على الصوف، يحط يده في بعض الأماكن اللي يمكن تكون فيها دمامل. نقول أنا لحد الآن الحقيقة حتى خرجنا نحن راقبنا بعض النقاط البيع لأسواق الدواب، أكثرية النقاط يعني الحقيقة منظمة وما لاحظناش أمراض يعني تجلب الانتباه. الحقيقة الحالة الصحية للقطيع التونسي طيبة، هذه نقطة أساسية يعني نطمو المواطنين التونس من ناحية الأضحية السنة إن شاء الله بحول الله لاباس الحمد لله. الحمد لله. تبقينا الإنسان إذا كان يكون إيزم يكون شوية أبيرتي باش ما ينوش يروح للدار يلقى حاجة يعني يتفاجئ بها ولا حاجة ترسيه ويخامة باش ياخذ دواء ولا وهذا خاصة باش ياخذ دواء في النهار ذوما راهو حاجة عبارة ممنوعة، وخاصة ليزونتيبيوتيك راهو من باب الممنوعات في الفترة هذه راهي تخلي رواسب. المداوات الذاتية أنك أنت ولا جارك ولا مع روحك تقول نمشي للصيدلية نشري دواء على خاطر يعطس ولا على خاطر يكح ولا على خاطر حاجة، راهو هذه عبارة الأضحية مشيت على روحها خاطر راهو مش يخلي مباشرة الدواء ذاك الأنتيبيوتيك، مش يخلي الرواسب نتاعو لي ريزيديو نتاعو في اللحوم اللي نتاع نهار العيد. الرواسب هذه راهو مش نشوفوها بالعين المجردة، هي رواسب تتعدلنا في الحم معناتها، مش تعدى في الحم، مش نستهلك كل الحم نتاعنا ما خير ما في قبحة حتى شيء. دونك انا نوفي المواطنين يعني كيفاش نقولوها، والموضوع ما فيهوش ادنى شك على خاطر الموضوع هذا يتسبب في الانتيبيو ريزيستانس. الموضوع هذاك معروف عند الناس كل تقريبا يعني تولي عندنا جراثيم لدى الحيوان ولدى الانسان الزوج. الجراثيم هذيك تولي مقاومة للمضادات الحيوية، يعني هذه نسميها نحن بالفرنسية الانتيبيو ريزيستانس. يعني هذا للتأكيد، علاش تأكيد على النقطة هذه؟ يعني المواطن وقت اللي يشري الأضحية نتاعو راهو مسؤول أمام الأضحية، أول حاجة أكل الحيوان هذاك، ثاني حاجة أمام عائلته مش يوكلهم يعني أضحية سليمة، وثالث حاجة أمام المحيط، وهذا راهو جاي في إطار منظومة واحدة تتسمى صحة واحدة، تتسمى اون سول سونتي ولا باللونجلي يعني نقولوا وان هيلث، معروفة يعني المواطن مسؤول، يلزم يكون قد المسؤولية. قد المسؤولية يعني وكل البروسيسوس هذاك من يوم الاقتناء
لحظة الاقتناء إلى اللحظات الأخيرة في تتمثل في التخلص من النفايات، التخلص من النفايات لازم يكون كذلك بصفة مسؤولة، مسؤول يعني ماناش نهار العيد موجودين باش لو في المحيط بكثافة معناها كبيرة، هذيك عندها 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 تأثيرات على 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 البيئة. أي بالطبيعة. هذه هم خاصة بما يخص التغذية معناها في الفترة هذه. مش نسألك معناتها الدكتور يقول لك مازالك نهايرين ثلاثة خنزيد ونعلفوا بالكدا بالك شي زيد كيلو ولا زوز. لا ما فماش علفة، لا ما يزيد حتى شيء، لا ما يزيد حتى شيء. المطالب هو حس، أول حاجة حسن معاملة الحيوان، بيانتر أنيمال. أول حاجة راهو البيانتر أنيمال ماهوش كان مع حيوانات الرفقة لي زانيمو دو كومباني، راهو مع الحيوانات المنتجة للأغذية اللي مش ناكلوا الأغذية نتاعها. كذلك فهمت كيما باش تعطينا غذاء معناتها سليم ياثر اذا كان تعرضت لسوء تعامل معامله ماهيش باش تعطينا غذاء سليم هكا ولا ما فيش حتى ادنى شك. اي اجريسيون على الحيوان في النهارين هذوما من نوع التشنجات ستريس يتسمى بالفرنسي حاجه معروفه انه هذاك راهو مش ينعكس، وهذه حاجه راهي غير مرئيه مش ينعكس على جودة وسلامة اللحوم اللي مش ناكلوها نهار نهار الأحد. خاطر الستريس يتسبب في 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 صعود درجة الحموضة نتاع اللحوم نتاعنا، البياش يطلع. البياش يطلع، ودونك كي يطلع البياش راهو مش يكون سبب لتكاثر الجرثومات، والجرثومات كذلك غير مرئية. وحتى ولو يوم العيد اللحوم تظهر عادية، راهو بالكونسيرفاسيون وقت التخزين مش كيما تخزن لحوم نظيفة على المستوى البكتيريولوجي كيما تخزن لحوم فيها نوع من التعفنات غير المرئي. دكتور مثلا نسمع فينا تقول كيفاش نحاول مع تاعينا أنه الأضحية متاعي ما نعرضهاش للستريس مثلا. شوف الصغيرات يلعبوا بالأضحية متاعهم من نهارين هذوم. المطلوب إراحة الأضحية متاعنا يوم السبت، بس نمشي حاجة براتيك نهار لحد العيد إن شاء الله مبروك على الناس الكل. نهار السبت إراحة الأضحية، لا نلعبوا به لا نجروا به، خليها تركح، خليها تركح الأضحية أول باب. ثاني باب التغذية مش تكون خفيفة، زرت وتبن وماء أفولونتي. ليلة العيد كان الماء فقط، نسميها الحمية المائية. ما نوكلوش نصيموه الحيوان، نصيموه باش الأمعاء نتاعو تخف، باش وقت الذبيحة شوف خاطر هو مشترات هما الأغنام. هما مشترات مش يقعد هو يعيد مضغ الغذاء نتاعو. والعملية الهضم عند المشترات ترتكز على هي عملية هضم أساسا جرثومية. دونك إذا كان هو تبدا المعدة نتاعو معبية وبيت يشتر ومن غدوة هو يشتر ونحن نتبحوا فيه بسم الله الله أكبر نتبحوا فيه. دونك خليه بيت صايم على الماء فقط، راهو خير لعملية الذبح، لعملية السلخ، لجودة اللحوم. واضح دكتور، وراه ما يزيد حتى شيء لا كيلو ولا شطر كيلو معناتها باش تاكلوا لي متى ذا. ما يزيد حتى شيء اللي موجود فيه البركة، وان شاء الله عيد مبروك على التوانسة الكل. يفضلك. النصائح الأساسية، ردوا بالنا من الذبح لازم يكون سريع، وما ننفخوش بالفم هذيك العادة هذيك نحبوا نحيوها. ننفخوا بآلة. حاجة آلة نفخ. حتى فما تعفنات من المستحسن نفخش. فرحنا ديجا كي نفخ ونعطيو السي او دو هكا ولا كله. واللي يذبح لازم يكون انسان صناعي يعرف. باش يعرف كيفاش يذبح الضحية نتاعنا. ما تجيش نهار العيد كل يوم باش نتعلم معناتها. مش ساهلة راهي الحكاية. لا 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 لازم فيها تمرس ولازم فيها خبرة، وراهو كله في مصلحة أول حاجة الأضحية مش نعاملوها معاملة حسنة، وراهو في مصلحة المستهلك اللي يمشي ياكل اللحوم نظيف. كذلك السلخ لازم يكون سريع، ونسميوه نحن البياطرة بالسلخ الصحي. إذا ما فماش ثقوب ما نخليوش الشحم على الكركاس على السقيطة، ما نخليوش الشحم، حتى الجلد ما نقبوهوش. والجلد كي يجيو نحيوه ما يلزمش يمس شيرة الصوف، ما يلزمهاش تمس السقيطة. شيرة الصوف ما تعرف فيها الأوساخ تلصق اللي يمكن يتصورها الإنسان. كذلك وقت ما نجي نحل الكرش نتاع الأضحية ما يلزمش السكينة تجي تنقب الأحشاء. وقت الأحشاء تخرج المحتويات نتاعها على الكركاس واللي يصبوا في الماء.
صبنا الماء ما يلزمناش نصب الماء على الكركاس. عسقيته ما نصبوش الماء، خليوها شايحة ونمشيو نشيحوها. وهنا عندي حاجة نحب نوضحها للناس الكل والناس الكل ينتبهولها، هو أنه إذا كانت تحب تحاول تحجج وإلا محاولة تحجج العسقيتة، حطها في تركينة معناها في الظل مش في الشمس، خاطر معناها نصور نهار الحد الدنيا سخونة برشا، راهو تصير تعفنات سريعة. ردوا بالنا ردوا بالنا، خاطر هو كيما نعرفوا انه انت وقت اللي ذبحنا العلوش راهي عضله، هي ماشي 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 لحوم، راه تصير يصير المرور من مرحله العضله ميسكل الى مرحله لحوم ليونت، هذيك لازمها شويه وقت، والوقت هذاك معناها يستحق نقولوا نحن ماتوراسيون باش تنضج. الوقت الجاي دكتور بين السلخان نتاع السقيطه وبين القصان نتاعه، شنو الوقت الامثل مثلا؟ اذا كان مش نحبوا نحجوا شويه، ساعتين ثلاثه، ساعتين ثلاثه ما اكثرش، ما اكثرش في بلاصه ظل باش يشيح شويه وباش يصير شويه الفينومين دو ماتوراسيون هذا، خاطر هو يلزم يكون فما تبريد، يلزم اكثر وقت، لكن مش هذا الموضوع، هذاك على المستوى الاندستري الصناعي تعمل هكاك، اما على مستوى العائلي هذا يمكن يكون حل، هذا يمكن يكون حل. هذا هو. واذا كان المواطنين لاحظوا اي حاجه من على الكبد، اكياس مائيه، الماء مضغوط هذاك ولا حاجه، ينجموا يتصلوا بالاطباء البياطره وينجموا يسترشدوا منهم وينصحوا. وفي الاخر اذا كان الوقت متاح تصدير الجلود، الجلود نحطوا نصفوا شويه بشويه ماء خاطر يبقى عليه شويه دم من الوجه الداخلي هذاك، ونحطوا عليه الملح، حطوا عليه الملح خاطر راهو فما عمليه نتاع تسمين للجلود. فما اعوان البلديه راهو يجيو يهزوا. وكذلك فما جامعي الجلود، هي مهنه هذه، يجيو زاد كذلك يهزوا جلود. من المستحسن عطورو ملح صحيح، انا خير يجي يهز الجلد نضيف وفيه الملح يعني صبرته شويه، وانا يجي يهزوا بدا في عمليه التعفنات نتاعو والدنيا سخون. هذا اهم حاجه تقريبا، ما يطلبش منا برشا مجهود، معناتها شويه غسله مجهود بالكل وشويه ودعاء الخير، يدعي لك بالخير كي تعطيه هذا. كذلك انه اللحوم اللي ناوي ناكلوها قبل ثلاث ايام نحطوها في الفريجيدير بدرجه حراره بلس 4 مع 4 درجات. واذا كان ناوي انت مش تكنجل، نقولوا نحن مش تاكل حاجه بعد ثلاث ايام من يوم عيد الاضحى، هذوكم بعد ثلاث ايام تكنجلهم تحطهم في الموان 18، تحطهم في اكياس غذائيه دي بورسيون، فهمتي، منظمين، تعرف روحك غدوه شنو مش تمد. واضح. شكرا، يفضلك دكتور سهيل بن محمد، يفضلك طبيب بيطري متفقد مركزي بالهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه، من المتطوعين.